الملاحظة ونحن نتصفح القرآن الكريم سيدي، نقف عند سورة التوبة، ليست هنالك بسملة، فلماذا؟ وهل لهذا لمسة بيانية معينة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة ومن والسلام دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، عن مسألة أنها لم تذكر البسملة، هذا أمر توقيفي، جبريل لم ينزل بها، لو نزل بها جبريل لأثبتت. نعم، يبقى السؤال، يعني هل هنالك لمسة مثلا؟ لماذا حكمته؟ قالوا هذه التسمية رحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، صحيح، رحمة. نعم، وأمان، طبعا الرحمة أمان. هذه السورة نزلت بالسيف والمنافقين. نعم، بالسيف والمنافقين، أيوة، نعم، فهؤلاء ليس لهم رحمة ولا أمان. فإذا لا أمان للمنافقين بالسيف، صحيح، فإذا هي تنافي، لا رحمة، تنافي البسملة. فهل من ناحية هذا، أما لو نزل بها جبريل لا أثبتت. وفيها براءة، طبعا براءة، هي براءة براءة من من الله الله ورسوله، هكذا، الذي عاهدتم المشركين، فيعني لا تكون هنالك رحمة مع البراءة من الله. طبعا. نعم، بهذا المنطق حكم الأعرابي حينما سمع آية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، صح، قال عزيز حكيم، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. سبحان الله العظيم.